صباح الخير هبة، صباح الخير كاتي، صباح الخير لكل مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني. صباح الوطن الأجمل والأحلى والأغلى من هنا من معان. تحدثنا زميلنا رعد المواضيع اللي رح تكون من خلال وقفاتك بمعان لليوم. يعني هبة، قبل ما أبدأ، يعني الحمد لله عدنا إليكم، والعود أحمد، وعدنا إليكم بعد رحلة مريرة مع مرض كورونا. الحمد لله الله أتم علينا الصحة والعافية. يعني ما زادنا هذا المرض سوى الإصرار، سوى العزيمة اللي إحنا بنأخذها بنستمدها دائما من سبحان الله، من ربنا اللي دائما ندعيه وبنقول الله يا رب يتمم علينا الصحة والعافية وتمم على الوطن وعلى الوطن وبعد عنا البلاء والوباء، اللهم آمين. بكون معك اليوم أنا من مدرسة بنات معان المهنية، هذه المدرسة المتميزة حقيقة. نتحدث عن هذه المدرسة وابتكارات وأيضا مبادرات. تفضل أستاذ. أستاذ حمد الحجاية، مدير تربية معان، صباح الخير أولا. صباح الخير، صباح الخير من معان العز والشموخ، صباح الخير لكل أبناء الوطن، صباح الخير للعاصمة الحبيبة من معان عاصمة الأردن الأولى. نهديكم أجمل تحيات الصباح لهذا الوطن الجميل. أستاذ حمد، يعني تحدث عن مبادرات يعني مميزة لهذه المدرسة، ليس على مدرسة على مستوى مديرية تربية معان بل على مستوى مديريات المملكة. أرحب بكم من هذا الصرح العلمي المتميز بكادره التعليمي وكادره الإداري والطلب المتميزون، حيث هذه المدرسة حصلت على العديد من الجوائز من خلال المبادرات التي تقوم بها دائما، وهي مبادرة دائما في مثل هذه الأنشطة اللامنهجية، فقد حصلت على المركز الأول في مبادرة التوأم الإلكترونية التي تعقد على مستوى المملكة مع العالم الخارجي. أيضا تحدث عن برامج يعني حقيقة بجوز الأولى على مستوى مديرية تربية معان في التنوع وفي وضوح الرؤية بخصوص اللي هي البروتوكول الصحي لمدارس تربية معان. أطمن أولياء الأمور وأطمن كل من يشاهدنا في هذا اليوم أن الوضع الوبائي في مديرية تربية معان تحت السيطرة، ويكاد يكون نسبة الإصابة معدومة أو أقل من 0.5% المسجلة حاليا في تربية معان. لذلك نقول وبفضل التزام ووعي المعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء الأمور استطعنا والحمد لله تخفيف نسبة الإصابات في تربية معان والحمد لله. نتحدث يعني أستاذ عن هذه المدرسة، مدرسة متميزة ما كنا، مدرسة مهنية أيضا، نتائجها كانت على مستوى مديرية التربية المملكية مميزة حقيقة، نتحدث عن هذا الجانب. نعم، مدرسة معان الشاملة الثانوية للبنات حقيقة مدرسة متميزة، ليس فقط في الجانب الأنشطة الإثرائية التي تقوم فيها داخل المدرسة، ولكن حتى في الجانب الأكاديمي، فقد حصلت على مراكز متقدمة في نتائج الثانوية العام هذا العام، ودائما هي مدرسة وواجهة لتربية معان حقيقة. أيضا هناك مبادرة مدرسة خضراء، ما أحوجنا حقيقة وإحنا نحن على الهواء مباشرة إن نشوف يعني مدرسة متميزة. أيضا كمان شوي رايح نطلع على نشميات معان، طالبات معان، حول يعني المدرسة وكيف البيئة وكيف تحافظ على البيئة من خلال زراعة يعني حقيقة أنواع كبيرة من الأشجار في المدرسة. نعم أخ رعد، هذه المبادرة حقيقة تقوم المدرسة بالتقاط أي مبادرة بشكل عام من أي مكان وتتبناها، لذلك ارتأيت أن لا أتكلم عن هذه المبادرة وأتركها لزميلتي مديرة المدرسة تحدث عنها في الوقت المناسب إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهها للطلاب، للطالبات، أيضا لجميع مرتدي هذه المدرسة النموذجية اللي لها نشاطات على مستوى المجتمع المحلي. أيضا أقول لهم عدتم إلى مدارسكم، إلى حظكم الدافئ في تربية معان في مدارسكم، والحمد لله ونحن الآن على مقاعد الدراسة وبنسبة عالية جدا من التعليم الوجاهي، والأمور تسير بشكل جيد، ومطلوب منا فقط الوعي والالتزام بالاشتراطات الصحية والالتزام بالبروتوكول الصحي الذي هو إن شاء الله سبحانه وتعالى سيقينا من هذا الوباء اللعين إن شاء الله. كل الشكر للأستاذ حمد الحجاية مدير تربية معان بالوكالة. إذا كل الشكر لجميع الطواقم التعليمية.
التربوي في هذه المدرسة، لإدارة المدرسة الأستاذ فخرية الشرالي بتك تكون معي كمان شوي هي وعدد من طالبات المدرسة. وفي النهاية بقول معان العلا كم في هواك يعاني، بعادك عني أدنى مهجتي وبراني. إليك كاتي وهبة وصباح الورد مرة أخرى من هنا من معان.